فجأة انقطع الانترنت، عطل في الألياف البصرية عزلني عن العالم لساعات طويلة، ولذلك لم أجد بدا من الركون إلى معشوقتي الأولى في أوقات الفراغ، القراءة. من الممتع أن تبتعد عن ضغوطات الحياة قليلا وتركن إلى الكتب والأوراق والأقلام، عوضا عن متابعة الأفلام والاستماع إلى الأخبار في المذياع والاتصال باليوتيوب. هذه متعة لا يعرفها الكثير من الناس في أيامنا الحالية. ولكن في ظل انقطاع الاتصالات في غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي، كيف يعيش أهل غزة بدون انترنت وبلا اتصالات؟ هذا السؤال تبادر إلى ذهني، ولأني أحب أني أفكر بصوت مسموع قررت أني أتعمق أكثر فأكثر في الموضوع وأسبر أغوار الإنسان الغزاوي. كيف يفكر؟ ولماذا يقاوم؟ ولماذا يحب الحياة ويعشق الحرية؟ أنا فهد التميمي، واليوم راح أكلمكم عن الجانب الآخر في حياة الإنسان الغزاوي. جهز فنجان قهوة وشاي وتعال معاي نتكلم، وقبلها لا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة، وإذا كانت زيارتك الأولى قم بتفعيل جرس التنبيهات. يقول ابن خلدون: الإنسان مدني بالطبع، أي أن الإنسان كان اجتماعي بالفطرة، لديه اهتمامات مشتركة مع باقي البشر، ويميل إلى مجابهة الأخطار بشكل جماعي وليس بشكل فردي. لكن إيش دخل ابن خلدون في أهل غزة؟ سؤال مهم. علشان نفهم أهل غزة وصمودهم ومقاومتهم في وجه قوة غاشمة مدعومة عالميا، من الضروري أن نعي أهمية العبارة التي قالها ابن خلدون: وجود خطر الإبادة يدفع أهل غزة للمقاومة، ومع وجود إحساس دائم بالخطر فإن تكاتف جميع أفراد المجتمع في قطاع غزة ضروري بالفطرة، وفي نفس الوقت هي ردة فعل مبنية على غريزة البقاء في الكائنات الحية، فكيف ببشر لديهم قضية عادلة يدافعون عنها؟ للتبسيط، ماذا لو لم يقاوم المغاربة والجزائريون والتوانسة الاحتلال الفرنسي؟ ماذا لو انصهر أهل الشام في بوتقة الانتداب؟ ماذا يضير كوبا لو خضعت للنفوذ الأمريكي؟ لماذا قاوم الأفغان الغزو السوفيتي؟ ولماذا حارب أهل ليبيا الغزو الإيطالي؟ إجابة الأسئلة الماضية تشرح جزءا من الإجابة، وهنا أسأل أهل عمان: لماذا قام الإمام ناصر بن مرشد بمقاومة البرتغاليين؟ وهل كان صراع أو مقاومة؟ أحد أهم أسباب عدم فهم مقاومة أهل غزة خاصة وأهل فلسطين بشكل عام، هو محاولة الاحتلال تغيير المفاهيم الطبيعية للحياة البشرية. الحيوانات بشكل عام تميل إلى الدفاع عن مواطن عيشها وعشاشها، ولديها ما يسمى مناطق نفوذ، فكيف ببشر لديهم عقول يفكرون بها؟ المقاومة، حب الحياة، التعاون بين أفراد المجتمع، كلها صفات إنسانية موجودة في النفس البشرية، ومع وجود الدوافع الروحية مثل الدين الإسلامي والإيمان بحقهم في العيش الكريم وخلفية تاريخية ضاربة في جذور التاريخ، فمن الطبيعي أنهم يصبرون ويقاومون ويتمسكون بأرضهم ويدافعون عنها. وعلى ذكر التاريخ، الكثير من معارفي يستغرب أن ندرس التاريخ، والجواب عند أهل غزة. فعندما تعرف التاريخ من السهل عليك بمكان أن تعرف مآلات الأحداث، ومن اليسير أن نخطط للمستقبل. فعندما تحدث رئيس وزراء الكيان عن نبوءة أشعياء، كان يريد إيصال رسالة طمأنة للداخل الإسرائيلي، لأنه يعرف أهمية رفع الروح المعنوية لأفراد مجتمعه المتهالك المتآكل، والذي يبحث عن رسائل تطمنه في وقت يرى دولته المزعومة، وهي كان صرحا فهوى. لم يدر بخاطر ذلك المتعطش للدماء بأن آيات القرآن الكريم بها من الرسائل الحقيقية ما يشفي صدور المظلومين. لذلك لا أستغرب أن يردد أهل غزة في كلامهم آيات من الذكر الحكيم، فهذا هو الإيمان الذي يبحث عنه ذلك المتغطرس في مجتمعه المأزوم، ويكاد ينفجر غيظا عندما ينطق أهل غزة ويصرحون بإيمانهم بقضيتهم العادلة، ذلك الإيمان النابع من إنسانيتهم وإيمانهم بعدل رب العالمين.
عندما وصف وزير دفاع الاحتلال أهل غزة بأنهم حيوانات بشرية، كان يوجه الكلام بشكل مبطن إلى نفسه وقومه. وكما أقول دائما، وهذه المرة سأقولها لأهل فلسطين، دعوهم، فإن أقواهم شكيمة هو أقذرهم شتيمة، والألسن لما في القلوب تفضح، وكل إناء بما فيه ينضح. وعود إلى السؤال الأول، فأجيب عن أهل غزة وليسمحوا لي هذه المرة، فأقول: عندما يكون لديك هدف في الحياة فإنك لا ترى غيره، وتنظر إلى ما دونه بنظرة المكتفي المنشغل بتغيير ظروفك إلى الأحسن. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر ان اهل غزة بشر طبيعيون يتصرفون بالفطرة، يلجؤون الى آليات الدفاع الفطرية عن حق الحياة. واذا استغربت او استغرب غيرك، فهذا يعني ان فطرتك وتصرفاتك الانسانية بحاجة لمراجعة. فهم البشر ونحن ما دون ذلك ان لم نفهم. طابت اوقاتكم.